خلينا نبدأ بقى ونروح النادي الأهلي عشان نتعرف على يعني الفرق المختلفة والأنشطة هناك. مراسلتنا سالة حامد متواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا سالة صباح الخير، بونجور عليكي وعلى كل المشاهدين سامعينك. خلينا نعرف منك آخر المستجدات الخاصة بالنادي الأهلي، تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند حاليا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي طبعا في البدايه بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، وبعد مباراه امس مباراه السوبر يمكن قرر مستر بيتسو موسيماني ان اللاعبين يعني يفضلوا في معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية طبعا استعدادا للمباراة القادمة. يمكن كمان قرر انه اللاعبين يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. النهارده ان شاء الله يعني وجبه الافطار بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هتبتدي في تمام الساعه 11 صباحا، والتمرين ان شاء الله هيكون الساعه 1 بعد الظهر على نفس طبعا الملعب اللي بيتمرنوا عليه دايما لاعبي النادي الاهلي هناك في مدينه الاسكندريه. وان شاء الله يعني هيستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه امام انبي يوم السبت المقبل في دور 16 من بطوله كاس مصر، واللي ان شاء الله يعني هتكون في تمام الساعه 7 مساء على استاد الاسكندريه. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. كمان خلينا نتكلم شوية عن جميع الألعاب الأخرى، وهبتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة طبعا مستر أجاستي بوش. ويمكن امبارح يعني بعد لاعبي النادي الأهلي أنا هواند خليني أقول لك إنه جميع اللاعبين والجهاز الفني خضعوا لمسحة طبية عشان طبعا يعني يتأكدوا من سلامة جميع اللاعبين، إنه ما فيش لاعب يعني لا قدر الله مصاب بفيروس كورونا. ويمكن دي من ضمن الاستعدادات يعني للاعبين والجهاز الفني قبل بداية وانطلاق البطولة العربية اللي ان شاء الله يعني هتقام يوم 29 من الشهر الجاري في مدينه الاسكندريه، واللي هيستضيفها ان شاء الله نادي الاتحاد الاسكندري. ويعني خليني افكر الساده المشاهدين انه 20 فريق هيشاركوا ان شاء الله في البطوله العربيه، منهم بس اثنين يعني فرقتين بس من مصر، هيكون فريق الاتحاد الاسكندري المستضيف للبطوله والنادي الاهلي. كمان النهارده يعني الفريق الاول لكره السله عندهم مباراه مهمه مع نادي مصر التامين، ودي هتكون مباراه السيمي فاينل في بطوله منطقه القاهره. طبعا بعد ما يعني لاعبي النادي الاهلي حققوا نتيجه ايجابيه واداء يعني قوي خلال الفتره الماضيه في الخمس مباريات اللي كانت موجوده في المرحله الاولى من بطوله منطقه القاهره، فنادي الاهلي يعني تاهل لمباراه السيمي فاينل النهارده، وهيلعبوا المباراه يعني مع نادي مصر التامين في تمام الساعه 8 مساء على استاد القاهره. ده بالنسبه للفريق الاول لكره السله. بالنسبه بقى للفريق الاول لكره اليد الرجال طبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس، يمكن النهارده ان شاء الله يعني انا هواند كريم اللاعبين هيسافروا يمكن سافروا يعني من حوالي ساعه ونص لمدينه الاسماعيليه عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون امام نادي الزمالك. كمان النهارده يعني بعد ما يوصلوا للاسماعيليه ان شاء الله عندهم تدريب في تمام الساعه 4 مساء على نفس الصاله اللي هيكون عليها المباراه صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، طبعا عشان يعني اللاعبين يدخلوا في اجواء المباراه ويتعودوا على ملعب المباراه عشان طبعا يحققوا نتيجه ايجابيه، فهيتمرنوا على نفس الصاله. ويعني ان شاء الله المباراه بكره هتكون في تمام الساعه 4 مساء على نفس الصاله صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كمان هيغيب عن المباراه بكره ان شاء الله امام الزمالك عمر خالد كاستيلو ومحسن رمضان، لان هم لسه يعني في فتره العلاج. يعني عمر خالد كاستيلو طبعا الاصابه اللي تعرض لها في عضله الضمه، ومحسن رمضان بكسر مضاعف في كوع اليد، الاثنين يعني لسه ما زالوا في فتره علاج، فخلاص يعني هيغيبوا بشكل رسمي عن مباراه غد. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان امبارح يعني الفريق الاول لكره اليد سيدات تحت قياده طبعا الكابتن يحيى يوسف كان عندهم مباراه مهمه ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره امام نادي هليوبلس، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 44-12. ولكن يعني الكابتن يحيى يوسف بعد النتيجه الايجابيه دي قرر انه اللاعبين يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، فالنهارده ان شاء الله يعني لاعبات النادي الاهلي عندهم تمرين في تمام الساعه 6 مساء، وكالعاده على نفس الصاله دايما بتمرنوا عليها صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. دي طبعا يا نهاوند وكريم كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي طبعا في جميع فروعه. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا نهاوند طبعا، تفضلي. احنا هنشكرك جدا على هذه التغطية سالة، شكرا ليكي.